السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم، ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فلنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي مشاهدينا، رسميا هذا خبر رسمي أن هنالك 3 مباريات ودية مبرمجة للجزائر قبل كأس أمم إفريقيا، حيث كشفت تقارير إخبارية موثوقة بأن المنتخب الجزائري سيلعب 3 مباريات ودية قبل كأس أمم إفريقيا المقبلة. طبعا هؤلاء يعني المباراة القادمة للمنتخب الجزائري بنسبة استعداد تام لصفوف المنتخب الجزائري لكي أعزائي مشاهدينا لا يقترف أخطاء في كان 2019. وأضافت ذات التقارير بأن المباراة الأولى ستكون ضد المنتخب التونسي يوم الثلاثاء المقبل. وهذا أعزائي المشاهدين هذه المباراة تم الإخبار عنها يعني منذ الشهر الماضي. بينما ستبرمج الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مباراتين وديتين، وهذا ما لا يعلمه جميع الجزائريين، في شهر جوان المقبل. وذلك من أجل التحضير لكأس أمم إفريقيا سنة 2019 والتي ستنطلق في 22 جوان المقبل. أعزائي المشاهدين، لم يعني الاتحادية الجزائرية لم يعني تخبرنا من هؤلاء يعني المنتخبين الذين ستلعب معهم الجزائر مباراتين وديتين. أعزائي المشاهدين، من تتوقعون أن يكون في هاتين المباراتين؟ من هما المنتخبين وما هو الدولتين يعني التي ستواجه الجزائر في هاته المباراه الوديتين المبرمجتين؟ طبعا لم تحدد اسمهما الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، ولكن عندما يفرجون عن اسماء هذين المنتخبين ساوافيكم باخر الاخبار ان شاء الله. ونتمنى اعزائي المشاهدين ان هذا الفيديو ينال اعجابكم. وهنا ينتهي هذا الفيديو، ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد. اعزائي المشاهدين، ولنلتقي في فيديوهات جديده ان شاء الله، والسلام عليكم.